حبة يا تبان أميرها في جوارح بيضة بمحبة نحيب فرحة في حبة أميرها وزينها نطرها أميرها عمرها. وحلقة جديدة معكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه الحلقة التي نفردها للحديث عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 25 من الشهر الجاري شهر حزيران. سنكون معكم في هذه الحلقة نسلط الضوء على هذه على هذا الموضوع الهام وعلى هذه الآفة التي تفتك بالمجتمعات. يسرني في هذه الحلقة أن أرحب بضيوفها سيد العميد أحمد العلي رئيس فرع مكافحة المخدرات، أهلا ومرحبا سيادة العميد. أهلا وسهلا فيك. وأيضا أرحب بالأستاذة معينة شرابي ناشطة اجتماعية وصاحبة فكرة المدمن مريض وليس مجرم، أهلا ومرحبا أستاذة معينة. وأرحب أيضا بالدكتور يوشع عمور طبيب نفساني معالج وأيضا من حملة المدمن مريض وليس مجرم، أهلا ومرحبا دكتور. أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير لكم. أهلا بكم. وأما افتتاحية عمرها فقد كتبت الزميلة رضا أحمد: المخدرات آفة من آفات العصر الحالي والأسبق، تعاطيها يودي بحياة الأشخاص إلى الهلاك. معظم الدول تحارب هذه الظاهرة وتحاول الحد من انتشارها حفاظا على أمن المجتمع النفسي والجسدي، لكن يبقى لتجارتها وترويجها نتيجة الأرباح التي تحققها دور كبير في عدم الحد من تداولها. سوريا كانت ولا زالت من أكثر الدول المحاربة لهذه الآفة والمحافظة على محاربتها وتداولها والعمل على رفع الوعي المجتمعي أمام الخطورة والمسببات واتخاذ الإجراءات الصارمة لقوانين وأنظمة تساهم في ردع كل من يحاول اختراق المجتمع أو الاقتراب من أبناء الوطن. لهذا نرى في سوريا النموذج الأفضل، فهي كانت وما زالت دولة عبور وليست للتعاطي، مما يرفع من مستوى اندثار هذه الظاهرة. مرة تانية برحب فيكم ضيوفنا الأكارم. 25 من شهر 26 من شهر حزيران هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وعليه سيادة العميد أن تكون جهة رسمية يعني وهي معنية بشكل مباشر في مكافحة المخدرات. ماذا خصصتم لندوات هذا العام؟ ما هي الطروحات التي قدمتوها بناء على جهود سابقة؟ إلى أين وصلتم؟ شكرا إليك. أهلا وسهلا. اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المصادف 26 حزيران من كل عام، فهو المخدرات ظاهرة عالمية يعني مثل ما حكينا، وليست يعني ظاهرة قطرية، أو فظاهرة المخدرات ظاهرة عالمية وتحتاج لتكافل وتضافر جهود للقضاء على هذه الآفة. فنحن مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أقمنا، تم التنسيق مع عدة جهات وتم إقامة عدة ندوات بالمراكز الثقافية والاتحاد شيبة الثورة بعدة أماكن لشرح مخاطر هذه الظاهرة وأثرها على الفرد والمجتمع وبالتعاون مع كافة الجهات. نعم. ما هي الجهود يعني التي تقومون بها بشكل دائم للحد من هذه الظاهرة وعلى أي أكثر من صعيد؟ يعني حضرتكم أيضا محاربة هذه الظاهرة من حيث الإتجار فيها، من حيث تجريمها من ناحية، وأيضا التعامل من الشق الآخر اللي هو له دور اجتماعي بالتعاون مع المجتمع الأهلي. نحن متواجدين يعني دوامنا على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغ أو البحث والتحري عن مروجي وتجار المخدرات، ويتم العمل على إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء أصولا. ولكن مثل ما قلت بجانب ثاني، احنا نتعاون يعني مع أقمنا عدة ندوات بالتعاون مع الجهات الأهلية لشرح كمان هالظاهرة هي وتوعية المجتمع وتبصيره بالمخاطر هالآفة هي. يعني حتى في يعني في احنا نسميه الإدمان الدوائي، يعني في ناس كثير ما تعرف شو هو تأثير العقاقير الدوائية، حتى ممكن الإنسان يصبح مدمن نتيجة تناول العقار باستمرار بدون استشارة الطبيب. فنحن قمنا عدة ندوات وعدة لقاءات لشرح هالمخاطر هالأمور هي وتبصير المجتمع بالمخاطر. إذن يعني تأخذون أيضا الجانب التوعوي يعني؟ طبعا. نحن مثل ما قلت لك من جانب مكافحة
والجانب الثاني جانب التوعوي لإحاطة الناس بمخاطر هذه الآفة بالتعاون مع المجتمع بالتعاون مع المنظمات الشعبية، نعم، مع كافة الجهات، نحن المديريات المعنية، وفي إطار المكافحة، يعني مكافحته، نعم، كإتجار، كمثل ما قلت حضرتك ممكن يكون هون، يعني يا ريت نعرف هيك ناخذ فكرة عن جهودكم في هذا المجال. ونحن بنعرف وبنسمع دائما ونقرأ انه تم مصادرة كميات شاحنة الى اخره، يعني بنعرف انه في جهود، يعني وزارة الداخلية تقف وراءها بكثير من اليقظة الدائمة، يعني يقوم فرع مكافحة المخدرات تابع لإدارة مكافحة المخدرات بمتابعة نشاط التجار ومروجي المخدرات والمتعاطين ضمن المحافظة او خارجها. فمنذ مطلع العام حتى تاريخه تم تنظيم أكثر من 500 ضبط وتقديم الأشخاص أكثر من 600-700 شخص تم تقديمهم للقضاء ليتم ينالوا جزائهم العادل. فهي الإجراءات اللي احنا نقوم فيها ومتواجدين على مدار ال 24 ساعة لتلقي أي أخبار أو متابعة أي موضوع. هل تكتفون بالتبليغ يعني أم هناك يعني دائما أنتم بحالة بحث، يعني بؤر مشكوك فيها مثلا؟ نحن نحن مستمرين بحالة بحث دائم، نحن عندنا نتابع نشاط المروجين والمتعاطين والتجار بحالة بحث دائم، بس لكن نحن متواجدين بشكل دائم ومستعدين يعني لاستقبال اي متعاون، اي شكوى، اي نحن كمان حتى المجتمع المتعاون معنا. يعني احنا كثير من الناس الاهالي مثلا ممكن يجي اب او ام او زوجه او كذا يجي يبلغنا عن شخص، فنحن ما فورا نطلع ونعالج الموضوع. فنحن حالة بحث دائم، ما نستنى لحتى يجينا حدا يخبرنا او كذا، بس نحن متعاونين. يعني اي بلاغ يجينا او اي اخبار او اي شكوى، مجرد توصلنا شكوى فورا يتم الحضور للمكان واتخاذ الإجراء المناسب. نعم، يعني نحن أيضا في هذه الحلقة يعني نتمنى فعلا نركز على الجانب الاجتماعي، حتى كيف بيتم التعامل مع المتعاطين في حال يعني عرفتون، وفي ونحن عم نشوف انه قديش يقف وراء هذا التعاطي وهذه الآفة يعني جهات او اشخاص ربما، او حتى اذا بين قوسين عصابات، يعني هي اليوم تضلل هذا المجتمع، تضلل شبابنا. ايضا جهودكم في هذا المجال، واكيد لمشاهدينا نحن يعني بامكانهم التواصل والاتصال معنا على الرقم 429-200 في حال وجود اي مداخلة تتعلق بموضوعنا اليوم، موضوع مكافحة المخدرات لحد من انتشارها، تفشي في المجتمع، يعني ربما ما هي الأسباب التي تقف وراءها، وبالتالي الحد تماما عبر جهود رسمية وأهلية من هذه الظاهرة لئلا تنتشر وتتحول إلى آفة. والحمد لله يعني في مجتمعاتنا لا تزال يعني ضمن حالات فردية أو حالات خاصة. مرحب فيك أستاذة معينة، وحضرتك صاحبت فكرة حملة المدمن مريض وليس مجرم. إذا هون أنتوا عم تتعاملوا مع هالحالة كحالة شباب أو يعني منهم من غرر بهم وتحولوا إلى مرضى في التعاطي، لكن قبل ذلك كيف خطرت لك فكرة إطلاق هاي الحملة؟ أهلين ست لبابا، أهلا وسهلا. هلأ خطرت لي الفكرة، أنا كناشطة اجتماعي كنت شاهد على حالي بالمجتمع، حالي وتابعتها من مرحلة الإصابة لمرحلة العلاج، وفعلا طلعت الحالة وصار المدمن متعافي. فأنا عملت دراسة عن هذا الموضوع وفكرت انه نعمل شيء يخدم المجتمع، وفعلا كانت فكرة الحملة مع مجموعة من اصدقائنا المختصين طبعا من الدكتور يوشع والدكتور حسن والدكتورة داليا، فنحن مجموعة واقترحنا على بانه الشباب هني الفئة المستهدفة، كان من واجبنا انه نحن نعمل شيء مشان هذا الموضوع. فاتجهنا باتجاه اتحاد شباب الثورة، وفعلا عملنا حملة بالتعاون مع اتحاد شباب الثورة وكانت تحت رعايتها. الحملة كان هدفها نشر ثقافة المدمن الإدمان، حيث التعرف على الأسباب والمخاطر وطريقة العلاج والتعامل مع المدمن على أنه مريض وليس مجرم، قابل للعلاج، نمد له يد المساعدة والعون ليطلع من هاي. نعم. طبعا هذا الأمر يعني أنت من حالة خاصة فردية وحدة خلاك بقى تبحثي عن حالات مماثلة، يعني قدرتي تعرفي؟ هو موضوع بيضل شوي غامض حساس سري، يعني صعب انه انت تكشفي، لكن مجرد ما يلاقي حدا عم بيمد ايده بسرعان ما يلتقط بده حدا. أكيد. يعني هو المتعاطي كونكم انطلقتوا من فكرة انه هو مريض،
يعني فعلا المريض بيتمنى اي حدا يتمسك فيه لينقذه طبعاً. يتورط بيكون. فهون انت كيف بحثتي عن حالات في المجتمع؟ هلا في حالات كثير نحن تعالجت وفعلا صار المريض متعافي من خلال الحمله. نحن بالحمله عملنا ندوات بالمركز الثقافي ببيت ياشوط، بمركز ثقافي بجبلي، وزعنا بروشورات بالمقاهي، وزعنا بروشورات بالاماكن العامه. ففعلا اجانا. انتم توجهتوا للسليمين، لكن هل هناك يعني حصرتوا بعض المتعاطين للتعامل معهم طبعا هلا نتيجه معالجتهم؟ اكيد نتيجه البروشورات، ونحن كتبنا رقم تليفون المشفى وتشجيع على العلاج، وحطينا كيف اعراض كيف بنكتشف انه في مدمن، وفعلا اجتنا عده حالات. اي في منهم هن اجوا لوحدهم تشجعوا وفعلا تم التعامل مع الحالات بشكل صحيح، ورافقنا المرضى الى مشفى ابن رشد بدمشق، والكادر الطبي مشكورين هن تعاونوا معنا بشكل كثير باقصى امكانياتهم. ونحن مستمرين بهي مستمرين لسه عم يجينا حالات مستمرين، ونحن جاهزين لاي حاله للتعاون. تشجعوا سواء الاهالي او اي حدا متورط، يعني عذرا للكلمه انه بين قوسين متورط بهي طبعا هو متورط تمام، انه يتشجع انه في جهه تحفظ سره تحفظ حاله طبعا، وانه عم يتم معالجته بشكل يعني آمن، يعني هيك أيدي آمنة كمختصين بشكل سري طبعا، مشفى بشكل سري ونحن بشكل سري، ونحن جاهزين مثل ما قلت لأي حالة، لأن احنا هدفنا التعافي وليس التشهير طبعا، ويتعاملوا مع المريض مع المدمن، هو مريض بالنهاية ما مجرم. هون أنا بدي أتوجه للدكتور يوشع كونه هو فعلا مريض. قبل ما نحكي هو نحن كيف عم نعالجه، هو ليش حتى يمرض؟ يعني ليش هو عنده أسباب مؤهبة؟ أي مرض بنشوف فيه أسباب، ليش هذا الشاب هو يعني صابه هذا المرض نفسيا؟ ليش عنده هو هاي القابلية انه يصاب فيه اولا؟ صباح الخير. صباح الخيرات للكون وللجميع وللوطن ولقائد الوطن. موضوع الادمان هي بالنهاية ترجمة لكلمة لاتينية بمعنى عبد لأمر ما. بالنهاية المريض المدمن هو مأسور لهيدي المادة عم يصير. شو اللي عم يخليه يوصل لهي المرحلة؟ في كتير أسباب وعوامل، أهم العوامل النفسية حتى الاجتماعية، عوامل ممكن فترات الحروب والأزمات هي بتزيد أكتر، بتزيد النواحي المشاكل النفسية والاجتماعية أكتر، الخلل اللي عم ممكن يصير بالأسرة هذا بيشجع انه الولد يصير خارج نطاق المراقبة. موضوع النواحي النفسية، ضعف الثقة بالنفس او الهروب من المشاكل النفسية، المشاكل اللي عم تعترضها الشخص المريض ممكن يلجأ لهي المادة اللي عم تعطيه شعور بالراحة والنشوة واللذة اللي ما عم يشوفها باماكن تانية. حتى في دراسات اللي عندهم ضعف بالشخصية ممكن يتعاطوا هيدي المادة، يصير عندهم شكل من اشكال القوة الزائفة بالنهاية، هي اللي بيخليه في يواجه اي امر عم يواجهه بالمجتمع ويكون مبسوط فيه كتير، ما حاسس على حاله يعني بالضبط، بصير بيتعلق فيها انه هذا السبيل والنجاة لإله، بصير يتعلق فيها يعني يعالج مرض بمرض بمرض. المشكلة اللي بدي يدخل فيها هو ورطة، هو مثل ما حكينا عبد لهيدي المادة، بصير بصير موضوع ظاهرة التحمل، الجسم بصير يطلب كمية أكبر ليحصل على نفس النشوة واللذة. دكتور قدي الفترة اللي يعني قد يدمن فيها الشاب المريض أو يعني المريض عموما؟ لا هي حسب المادة، ممكن يتعاطى مرة ينردع إنه بس إنه هي كأنه سريع في 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 مواد سريعة وفي مواد ببطء. المشكلة كمية المادي والمدي وطبيعة كل جسم تختلف عن الثاني بهذا المجال، بس اعتماد الشخص على مادة معينة، هلا ممكن تكون هي مادة، بدنا نفرق بين أكثر من حالة يعني إلى أنواع، يعني أنواع سواء مادة دوائية واللي مادة محظورة قانونيا في مواد تباع بالصيدليات كأدوية، هي بشكل قانوني وشرعي موجودة ومرخصة بالصيدليات بس باستخدام طبي تحت إشراف طبي بجرعات معينة ولمدة معينة، وفي قائمة عند وزارة الصحة معممة على الصيادلة. الأدوية المراقبة صحيا دوائيا بحددها الطبيب، علبة واحدة ظرف واحد تمام وفق بالضبط. أصولا يصير في التزام بهذا المجال المريض وقت اللي بيتجاوز هي التعليمات وبصير بياخد الدواء
على مزاجه وكمية أكبر بحجة أنه الدواء عم يريحه صير عم يدخل بهذا المحظور بالنهاية. هيدي كجانب دوائي. طبعا في عتب على بعض الصيادلي ونتمنى من نقابة الصيادلي يصير في تجديد على الموضوع بيع الأدوية بدون وصفات طبية خصوصا الأدوية المراقبة. الأنواع معروفة بيعرفوها بالضبط يعني بالضبط وللأسف بيبيعوا ضميرهم قبل ما يبيعوا الدواء بأسعار زائدة عن السعر الموجود على العلبة. عم يورطوا عم يخربوا جيل عم يخربوا شاب ممكن يأذي أسرته ممكن يتخلى عن واجباته الأسرية والاجتماعية ممكن يرتكب سرقة ممكن يرتكب جريمة قتل. ممكن يعني تحول يعني بالضبط سواء المروج أو إذا حكينا المتصيدلين بعض المتصيدلين ممكن يكون هاي السرقة والجريمة هن ضحاياها أو أحد أبنائه. هيدا الجانب اللي نحن عم نحكي عن دواء معين أو بعض الأدوية اللي موجودة بالصيدليات واللي تباع بشكل قانوني اللي ممكن يساء استخدامها. الجانب الثاني بعض المواد اللي هي محظورة قانونيا تدخل بشكل غير بالضبط شرعي بشكل غير شرعي وجودها مع أي شخص هو بشكل غير شرعي وعليه حساب هو وجودها هون يصبح جريمة بالضبط سيادة العميد يعني بالضبط. هون بقى نحن يعني طبعا نحن رح ناخد محاور العلاج وجودها مع شخص هي بقى تعتبر نحن بنعرف انه في قانون مكافحة المخدرات ليس للتعاطي إنما الإتجار فيها والتداول وإلى آخره. عندنا تاجر وعندنا مروج وعندنا متعاطي بالتالي لنأخذ فكرة سيادة العميل يعني في اللاذقية إلى أي حد ممكن تضعنا ما بعرف إذا بعض أرقام أو يعني صورة عن تفشي هذه الآفة هل هي موجودة بنسب يمكن معالجتها هل بدأنا ندق ناقوس الخطر ما بعرف إذا في إمكانية تضعنا بصورة نسبة التعاطي على موجب عدد السكان اللي صار عدد كبير ضمن المحافظة فالنسبة عادية فالحد الآن إنه ما فيه إنه هالنسبة المنتشرة يعني بشكل يعني يخيف يمكن ضبطها يمكن يعني ضبطها والمجتمع يعني منبوذة يعني فكرة التعاطي والتاجر منبوذ من كافة المجتمع يعني نظر له نظرة يعني نظرة ازدراء يعني ما حدا يعني فهي ضمن يعني الشيء العادي. وكمان الشيء الثاني انه ما في عندنا بسوريا جريمه منظمه يعني عصابات يعني مثل بالدول الثانيه انه عصابات منظمه كارتلات او كذا فتبقى الجريمه فرديه يعني. فالقانون المخدرات يعني ميز بين المتعاطي عندنا قانون المخدرات 2 لعام 93 اعتبر مثل ما حكينا انه المتعاطي مريض او ممكن علاجه واذا حتى راح هو لحاله تعالج يظل اسمه سري وما عليه عقوبة ولا تحرك الدعوة العامة ضده. بينما تشدد بجانب ثاني اعتبر انه التاجر واللي يوزع واللي يبيع هذا خطر على المجتمع هذا المجرم هذا المجرم الحقيقي ولذلك تشدد بالعقوبة عليه. في عندنا 3 جرائم قانون المخدرات 2 عام 93 اللي هي عقوبتها الإعدام اللي هي الزراعة والصناعة والتهريب والترويج والبيع حتوصل لحد 20 سنة. فنلاحظ انه تشدد لردع هذه الفئة ضعيفة النفوس من اجل وشدة خطرها على المجتمع يعني هي المسببة يعني. لكن هي المسببة هل ذكر الدكتور انه في حالات يعني هي تستدعي او يعني تزيد من تفشي يعني تعاطي المخدرات منها نحن شفنا الأزمة اللي كان وراءها ايضا يقف انه بعض الشباب اللي تم تضليلهم وشفنا بالبداية اللي كانوا يتعاطوا فعلا كيف طلعوا ما عارفانين وين رايحين ويعني كانت أحد أسباب يعني شرارة الأزمة هؤلاء من تعاطوا وخرجوا إلى في الشوارع يعني إلى أي حد الأزمة ساهمت يعني أيضا بربما زيادة النسبة أو تفشي أكثر عدد بين شبابنا هذه الظاهرة يعني هي التعاطي نسبة التعاطي مثل ما قلت لك تزداد. نحن نلاحظ أنه انتشار المخدرات يزداد بالحروب بأي دولة أي دولة يصير فيها حروب تزداد نسبة التعاطي لوجود وضع أمني معين ولذلك يعني زادت النسبة قليلا لأنه اللي يأخذ المادة هي يصير عنده خلل بالتفكير
يعني اسباب التعاطي احنا حكينا شوي عن اسباب التعاطي ونوضحها شوي. يعني مثل اول شيء خلل اسري، صاحب السوء او الفراق او وجود مشاكل عنده الشخص، فيفكر حاله بده انه يهرب من ازمته بتناول هالماده، يقع بازمه اخطر واكبر. تمام. او تم استغلاله، او تم استغلاله فهالماده عن طريق المخدرات يمكن غسل دماغ هالشخص وزرع افكار جديده خلاف افكاره السابقه، وتوظيف هالافكار لعمل جهد يعني او شيء عمل اجرامي، ممكن يغسل له دماغه للشخص ويخليه ينفذ اي شيء بدون يمن لمجرم. فنلاحظ انه مثلا اسرائيل مصر بسيناء تدخل المخدرات وبشكل مجاني وتعطي تدخيلها مكافئات لتستقل للتخريب. ولذلك مثل ما تريك كمان بالأزمة السورية في ناس مثل ما تريك صارت تدخلها مشان تستغلها الوضع مشان تخريب مشان تحرف هالشباب هالجيل عن. لكن نحن بنعرف انه انتو يعني بالمرصاد مكافحة المخدرات كل فروعة في المحافظات رغم الأزمة وظروفها، لكن انتو كان يعني حتى نحن بعز الأزمة وبالأخبار البطولات جيشنا بالمقابل نشوف خبر اللي مصادرت يعني وزارة الداخلية وفروع الفرع مثلا مكافحة المخدرات بمحافظة ما قد صادر وأوقف، فهي المتابعة تعني أنه هي على التوازي مع كل الجهود الأخرى. نحن نتفضل يعني نحن بهالأزمة هاي زاد يعني العبء وزاد الجهد على فروع مكافحة المخدرات ثغرات بدون يفوتوا منها، فمنها نتيجة هالوضع هذا مثل ما تعرف صار الجهد مضاعف، فصار العمل نحن مثل ما تقولك ما في يوم الا نجيب اشخاص نجيب نصادر مواد ويتم تقديمهم على القضاء المختص، والحمد لله الامر يعني مضبوط. تحت المضبوط وتحت السيطره وما في انه شيء خارج. نعم جهودكم مشكوره ومباركه. استاذه معينه، كونكم توجهتم كمجتمع يعني الى شريحه، يعني كيف بتم تعاملكم؟ عرفتوا حالة معينة غير طبعا الجانب التوعية والندوات وإلى آخره، بس إذا شفتوا حالة وعرفتوها كيف بقى عم تتعاملوا معها من الجانب الاجتماعي لحتى نشوف كيف بقى عم نتعامل معها طبيا ونفسيا؟ هلا نحن بنحاول أول ما بنتعرف على الحالة بنحط الخواطر، يعني شو رح يصير بعد إذا استمريتوا، بنخوف طبعا الأهل والمريض إنه شو عواقب إذا استمروا على التعاطي شو عواقبه، وبنسهل لهم موضوع العلاج إنه العلاج بسيط وما بيكلف، طبعا العلاج مجاني عندنا بالمشفى. يعني منسهل لهم شوي الموضوع، وأنا بعمل زيارات فعلا. هن الأهل بيكونوا خايفين، بيكونوا خايفين من الناحية القانونية كمان، بس هن الأهل بيكونوا ما عرفانين عم بيلاحظوا على ابنهم. شو كيف بيعرفوا الأهل كيف بيكتشفوا أنه ابنهم عم يتعاطى؟ هلأ هي اختصاص الدكتور يوشع. تمام. نحن من يعني بنحاول انه نبسط الموضوع انه هو مرض مثله مثل اي مرض مثل مرض القلب، خففه يعني نخفف هذا لانه نحن ما نتعامل على اساس مريض، واي اسره ما انا محصني ابدا وارد باي اسره انه يكون في مدمن وشغلي منا عيبه وما انه المجرم. طب عفوا استاذه معينه، من خلال معاينتك يعني وانت عم تشوفي هاي الشريحه، وين شفتي اكثر عم يكون تفشي؟ بالاسره المنهاره اجتماعيا ولا بالعكس الاسره الموثره يعني الاوضاع الماديه جيده؟ احيانا ما ناقصهم شيء عم بيكونوا اكثر تعاطي، او ما بعرف يعني باي حالات عم تشوفي هي وارده اكثر؟ والله بصراحه انا شفتها وارده مع الاسر العاديه الطبيعيه، لان عندي حالي انا الاب مدرس والام مدرسه وعائله كثير ناجحه بحياتها، بس الابن تورط يعني وارد توريط من الاصدقاء السوء باي اسره. ما في هون دور التربيه كثير مهم. يعني هلا بدنا نحكي نحن كمان قد ايه الاسره المحصنه هي محصنه من دخول هيك تيارات، يعني اكيد بدها الاسره بدها تكون يكون في ثقافة لهذا الموضوع عندنا بالمجتمع. للأسف ما في، أنا قبل ما أعرف الحالة ما كنت بعرف شيء عن المخدرات أبدا. تمام فعلا، ولذلك نحن هيك ندوات ويعني إعلاميا أو حتى الندوات اللي بيقيموها كمجتمع أهلي وجهات رسمية كثير من الضروري طبعا تكون مستمرة. هون دكتور بنشوف يعني قبل ما نكتشف المريض ونعالجه كيف نكتشفه أنه هو عم يتعاطى؟ الأهل ما بيعرفوا، بجوز ابنهم بيضل عم بينام ما بيعرفوا شو به. كيف بينتبهوا الأهل أنه ابنهم بحالة تعاطي؟ هو بيصير في عوامل أو أعراض هي موجهة للموضوع. هو أحد أهداف حملتنا وحطينا بالبروشورات العوامل أو الأعراض اللي ممكن تخلي أي أهل أي أسرة يشكوا أو يحطوا ببالهم أنه
ابنهم لانه عم يتصرف كذا كذا عم يصير معه انه احد الاحتمالات يكون في تعاطي ما يغيب عن بالهم هذا الموضوع. شو بيكون بيعصب عليهم مثلا؟ ممكن بده يصير في تغير بسلوكه، ممكن يصير انفعاله زياده عدوانيه بدون سبب مقنع، تغير بمزاجه مثل ما حكينا، اضطراب بنومه، ممكن يصير ميال كثير للنوم خصوصا عم ياخذ جرعه اكبر من المعتاد، شكله وجهه مثلا بياثر، بصير مع الزمن تاثير على شكل الوجه، شكل الجسم بشكل عام، ممكن يلاحظوا فترات احمرار بالعينين، حكي بالانف عم يكون خصوصا اذا عم يتعاطى باستنشاق في طرق لل، ممكن اذا عم يتعاطى نتيجه ابر صحيح نسبته قليله بس موجوده، انه عم يلاحظوا انه حتى بالصيف عم يلبس على طول كم، في تشطيبات على ايديه، ممكن لاحظوا موضوع حتى الشهية على الأكل عم تتناقص عنده بشكل كبير، في بعض الحالات أو فجأة بتزيد الشهية تعاطي بعض المواد خصوصا مثل مادة الحشيش، أخذها بعد شوي طلب كمية كبيرة من الطعام وخصوصا الحلويات، هيدي بتوجه نحو مؤشر. موضوع حتى الاختلال التوازن، اضطراب بالتفكير، هاي المواد إذا كان لساته شافوه تحت تأثيرها خلال الفترة اللي أخذها أو لساته تحت تأثيرها، اختلال مثل المحاكمة أو تقدير الأمور، ممكن ماشي يشوف سيارة جاي من بعيد هي تكون قريبة مفكرة جاي من بعيد، ممكن تؤدي لحادث سير، أو يشوف المسافة، اختلال يعني بالرؤية والتوازن. بالضبط بالضبط. أكيد إذا كان ضمن نمط تعليمي سواء بالجامعة أو بالدراسة رح يتراجع دراسيا، ممكن تؤدي للرسوب. موضوع إذا كان مسؤول عن أسرة، زوج ولا مسؤول عن شيء معين، أكيد بده يصير في إهمال لهذا الموضوع، انسحاب من المجتمع، العلاقات الاجتماعية، بصير يعطي تبريرات أنه ما رح يحضر المكان بالمكان الفلاني، الواجبات الاجتماعية، بصير يعطي تبريرات ما رح يتواجد فيها، هو عم يصرف وقته ليحصل على هي المادة. هون الأهل لازم ينتبهوا على كل هالتغييرات، في حال عرفوا الأهل شو ممكن يعملوا، لأن بقى بتصير مثل يعني كارثة على راسهم، بخافوا ياخذوا، بخافوا يعلنوا. هون شو دوركم كمجتمع؟ طبعا نسأل سيادة العميد أيضا، عم حكيت حضرتك أنه بيجوا الأهل أحيانا هن عم بيشتكوا أنه ابنهم فما بيعرفوا، برأيك كيف لازم يتعاملوا الأهل مع هذا الموضوع حتى ما يزيدوا الموضوع سوءا؟ يعني هلا هي المفروض فورا على المشفى، لانه المتعاطي ما في بيترك، بيحاول مره واثنين وثلاثه، لانه عندنا حالات حاولوا ورجعوا على الادمان، فصعب كثير المريض انه يترك لوحده، ففي مشفى هني ببرنامج علاجي هني بيخففوا له الماده، بيسحبوها بطريقه علميه من الجسم. وما بعرف يعني التعامل الاولي سيادة العميد، حضرتك قلت انه بيجوا لعندكم اهالي، بيكونوا فعلا هن ما بيعرفوا شيء عن الموضوع، يعني فعلا يعني نحن معظم اسرنا يعني مجتمعنا يعني متعافي نبيل، لكن يعني للاسف بتنوجد هيك حالات، بس يعني اهل ما بيعرفوا شيء وشافوا ابنهم وعرفوا انه حاله تعاطي بيلجأوا لكم. هون انتم شو ممكن يعني حتى نخفف كمان العبء عن الاهل؟ يعني في حاله كثير صعبه انه بتصيب الاهل، شو ممكن توجهون؟ نوجههم يعني كجهة رسمية طبعا، احنا نوجههم انه في مشافي للدولة تعالجه مجان وممكن يتعافى، بس بده يكون عنده قناعة للمريض، يعني نعتبره مريض بده يكون عنده قناعة، لان اذا ما عنده قناعة بده يرجع، يعني نسبة النكوص بالمخدرات اكثر من 95%، يعني اذا عندنا 100 شخص عم يتعالجوا 95% بده يرجع. فبدها قناعة، هو بده يكون مقتنع أول شيء بالعلاج، ولذلك هلا كثير الناس لما يجوا لعنا هن محاولين مع الابن إنه بده يعالجوه وكذا، هو ما مقتنع. فنحن مثل ما تقدرنا نحن بنروح ممكن قسرياً. ممكن هن ياخذوه يعني غصب عنه يعني. ممكن ياخذوه ويظل اسمه سري ويتعالج. بهالحالة مثل ما تقول نحن لما نجيبه لعنا بده يتحرك الدعوة العامة ضده، احنا بنعمل له إجراء قانوني ونقدمه للمحكمة المختصة، بس لذلك هو بده يكون بده يتعالج، بده يكون عنده أول شيء رقبة داخلية وقناعة إنه هل لازم إنه هو بده يروح يتعالج، إذا ما عنده هالقناعة الداخلية ما خرج يستفيد شيء من العلاج. طبعا بده يكون الجو كمان أهله، الجو المحيط فيه كمان يتعاون معه. والشغلة الثالثة بده يبعد عن الجو المحيط هذول أصحابه اللي كان يمشي معهم الأماكن اللي كان يقعدوا، لأنه بمجرد
وجوده مع شخص كان يتعاطى معه ولو من سنتين من ثلاثه بده يرجع. ومرة احنا حالات هي معنا انا شفتها اكثر. نعم دكتور تفضل عندك اضافه. هلا اكيد مثل ما حكى سياده العميد ممكن ما يلجأوا للجانب القانوني مباشره بخافوا عندهم خوف من هذا الموضوع. تمام. عاده بيلجأوا لمختصين بهذا المجال سواء بالجانب الطبي احد اقربائهم يسالوا عن هي الظاهره انه شاكين ابنهم. أيوة. عم يتعاطى بهذا المجال بيلجأوا لطبيب لمشفى انه شو اللي بيخلينا نتاكد يعني هو في تحليل بعض المخابر الخاصه ممكن نعرفه او موجود حتى بمشفى ابن رشد بدمشق مجاني بيبين لنا تماما انه هذا الشخص عم يتعاطى بيكون تأكدنا بشكل حاسم. هون بندخل بموضوع العلاج. نعم. العلاج رح نحكي عن العلاج بعد ما نشوف هذا التقرير من ضمن طبعا يعني مشاركتكم بهذا اليوم سيادة العميد. أقمتوا مجموعة من سلسلة ندوات للتوعية يعني تحت عنوان المخدرات وآثار على صحة الفرد والمجتمع بمشاركة يعني المديريات المختصة الأوقاف المنظمات صح. الشعبية الصحة فعلا لشرح هذه الآفة وهذه الظاهرة وكيفية معالجتها والوقوف عندها إلى جانب دور التوعية. نتابع مع زميلتنا ديما عبد الكريم اللي تابعت أيضا هذه الندوة ثم نعود أيضا معنا اليوم في هذه الحلقة حالة لشاب يعني كان مدمن مخدرات لكنه تعافى سنستمع أيضا منه إلى تجربته. نتابع. بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات أقيم في دار الأسد للثقافة في اللاذقية ندوة خاصة عن مخاطر المخدرات والتعريف بمدى خطورتها على الفرد والمجتمع وأهمية نشر التوعية بين أوساط الشباب. حكينا بالمحاضرات عن أنواع المخدرات بشكل عام مشان والله الجمهور يعرف بالضبط الأنواع وحكينا لمحة تاريخية عن المخدرات مشان يعرفوا أن المخدرات ما نولدت اللحظة معروفة من زمان كتير ولكن آثارها السلبية المدمرة للإنسان ما انكشفت إلا من حوالي 200 سنة ومشان نحط ببالنا أنه يعرفوا بالضبط أنه الشغلة ما أنا حديثة ولكن آثارها السلبية اللي عم نشوفها هي حديثة. هذه الندوات تنفع كثيرا بالنسبة للجيل الصاعدي ولغير هذا الجيل من القبل والبعد يعني في الماضي والحاضر والمستقبل لأن هذه الأمراض الخطيرة التي تسمى بالمخدرات هي أم الخبائث تدعو إلى تفكيك المجتمع وتمزقه. استطاع الاستعمار في بعض الدول أن يروج لهذه الأمراض الفتاكة فأصبحت أمراض سارية تتوطن وتزمن وتميت وتؤلم. استطاع من خلال البارودة والمدفع والبندقية وغير ذلك أن يستخدمها لقتل الشعوب والأبرياء وكذلك هذه المخدرات تقتل الشعوب وتفتك بها. اليوم العالمي لمكافحة المخدرات اللي بيصادف دائما 26/6 من كل عام في عنا نشاطات تثقيفية في مشاركة بين مديرية الصحة والمديريات الأخرى فكانت هذه الندوة بين مديرية الصحة ووزارة الداخلية ومديرية الأوقاف لأنه بالأصل في عنا لجنة هي لجنة موجودة على مستوى المحافظة من وزارة من مديريات قيادة الشرطة ومديرية الصحة ومديرية الأوقاف اتحاد شبيبة الثورة مسؤول منظمات شعبية فهذه اللجنة مهمتها التوعية مشان المخدرات. هلا كانت الدورة رائعة جدا وطبعا هي بتجي بتوجيهات وزارة الأوقاف من اهتمامها بأهم يعني من تركيزها على وتأكيدها على أهمية دور للكل تعاون المجتمع كله يعني مع بعض مثل ما حكوا اليوم كان المحاضرة رائعة جدا يعني كانت بتحسي إنه هي عم تركز على دور الجميع عم تحط نقاط أساسية كان من الناحية الطبية كان من الناحية إنه وجود الشرطة ووزارة الدفاع وزارة الداخلية إنه هي كيف إنه هنا كيف توجيهاتهم لهي الأمور. هلا هذا الشيء كتير مهم بسبب الشيء الشائع عندنا بسوريا بسبب الأزمة اللي أدت إنه تزايد المخدرات كتير بسبب الشباب العاطل عن العمل وهذا سبب أساسي. فبيوم نحن يوم المخدرات العالمي للمخدرات نحن شبيبة البعث باللاذقية حبينا نشارك بما أنه الجهة المستقبل لنا كلها طلاب جامعات ومدارس يعني هن الشباب بنات المستقبل لأنه وعينا هذا الشيء مشان هن يوعوا أصدقائهم ورفقاتهم هذا الشيء. هي كتير مهمة حتى التوعية ضد المخدرات لأنه هالمخدرات كتير منتشرة بهيدا العصر وبالنسبة لنا كمراهقين نحن الجيل الأكثر شيء رح يتضرر بهيدا الشيء فالتوعية لنا كتير مهمة.
تأتي هذه الندوة لتعبر عن أهمية تحصين الفرد وبالتالي المجتمع من مخاطر المخدرات التي تعتبر من الآفات السلبية التي تصيب الفرد والمجتمع. قبل ما نشوف الحالة اللي معنا اليوم سيادة العميد، يعني أنتوا المتعاطي اللي بيجي لعندكم هو لا يجرم؟ يعني لا يعتبر، نحن عم نقول انه لا يعتبر مجرم، هون القانون كيف بيتعاطى والقضاء معه؟ يعني انه شو يعتبر هو؟ يعني بيجيكم كحاله مرضيه؟ يعني لا يعتبر، نحن بس يجي لعنا وفتحنا له ضبط، نحن بنقدمه على القضاء، تم تحريك الدعوه العامه ضده، نحن لما نجيبه لعنا هو زراح على المراكز العلاجيه يضل هنيك، ما في عليه تجريم. تمام. بس نحن بمجرد نجيبه، نحن انا مركز علاجي، نحن جهة مثل ما تلك، يعني جهة تقدم الشخص للقضاء، نحن نقدمه بجرم مخالف للقانون اللي هو جرم التعاطي، والتعاطي ما هو مسموح، يعني التعاطي هنا اعتبروا القانون مريض بس ما اعتبروا انه مسموح يعني او كذا، بس اذا راح المركز وتعالج يعني يظل ما عليه عقوبه، بس نحن بمجرد يعفى من العقوبه اذا تعالج، اذا راح المركز العلاجي يظل اسمه سري وما حد يعرف اسمه، وحتى اذا حد افشى سره يتعاقب، يعني انه مين اسمه مين كذا، ويتقدم له الدواء بشكل مجاني. تمام، هون دوركم استاذه معينه كمجتمع اهلي، فعلا كيف بيكون هذا الدور؟ بحس انه انتم يعني بلكي انه بيجي بيقول لكم بتعافى قبل ما انه هو يعني يتحول الى حاله اعقد. هلا مثل ما حكى سيادة العميد انه نحن فعلا الازمه في اختراق لمحاول اختراق مجتمعنا، فهون بيجي دور المجتمع والجهات الرسميه والاهل يعني كلنا نحن مسؤولين، فدورنا نحن كمجتمع أهلي بالإقناع أنه لمتابعة العلاج للعلاج، يعني ما حكيت لك الحالات. نعم. كيف صارت يعني. تمام. هاي اللي نحن عملنا، فهنو أنتو دوركم يعني حلقة مهمة طبعا، حلقة مهمة بإقناع بين العلاج وبين الإقناع. الإقناع للعلاج هي نص قطعنا نحن نص المرحلة. تمام، بيبقي العلاج سهل بس الشخص يقتنع. نعم، وفي منهم بيخافوا انه هني اذا راحوا ممكن الجهات مختصة يتوقفوا ابدا، بس بالعكس اذا تعالج عم بيقول بالعكس ابدا العكس اذا تعالج مع لي اي مسائل قانوني. نعم. دكتور، الدخول بالعلاج، نحن معنا حالة يعني رح نحكي عنها، وفيما بعد اكيد رح من خلال هذا النموذج رح نحكي عن العلاج، بنحكي عن حالة الشاب طارق اللي معنا اللي هي ممكن تكون حالة نموذج لاحد المتعاطين واللي تعافوا. بالضبط، الشاب طارق مشكور لتواجده معنا، هو أحد نتائج الحملة اللي بلشنا فيها، بدون ما نذكر أسماء مجموعة كبيرة طبعاً. كنا بالحملة، بتصور هو سمع بالحملة وشاف في طوق نجاة لقلو، مدينا له إيدنا، إجا لعنا عم يطلب العلاج. برافو. بلش بموضوع رحلة العلاج، ممكن هو يحكي لكم على الموضوع. تمام. طيب نحن معنا طارق طبعا، ويعني حفاظا على يعني نحن هيك الموضوع انه يكون فعلا ما رح نقول سرية لكن احتراما لشبوبية طارق، انه ناخده من الشاشة. اهلين طارق، منرحب فيك ومنتشكر حضورك وجرأتك بانك تحكي لنا عن تجربتك لحتى تكون فعلا تجربة يعني يعني يعتبروا منا كثير من شبابنا سواء المتعاطين او حتى اللي عم بيسمعوك انه هن ما يقدموا ابدا على هيك حاله وما يمروا بهاي الظروف. اولا منحييك طارق. هلا هلا فيك، واول شيء صباح الخير صباح مرحب فيكم. ما بعرف اذا صوت طارق مسموع زملاء. تمام، يا ريت بس تعلي صوتك لان احنا هون شوي بالاستوديو ما كثير عم نسمع. طارق، يعني انا ما راح اسالك كيف انت شو اللي قد فيك، انت اللي حابب تحكي احكي بهذا المجال، لكن لما وصلت لقناعه انه انت لازم تتعالج، امتى وصلت لهي القناعه؟ ايه هلا بلشت بالفتره الاولى. هلا انا باخر فتره حتى بلشت قررت اتعالج، وجيت عند الرفيق مدرج جريوعه والرفيقه معينه شرابه، وخبرتهم قلت لهم انا هيك بس كنت متطوع بالحمله، وقلت لهم بس بدي اتعالج بس ساعدوني. تمام، كيف وصلت لهالقناعه؟ يعني اللي بيتعاطى بيصير انه هو بالعكس بجوز بحسه بيرفض او يعني هو مبسوط بهي القصه، كيف وصلت لهي القناعه؟ كنت بالبدايه كثير مبسوط فيها، بس اللي خلاني غير رايي هي دمعه امي. يعني عليك، برافو. هي رح أقول لك أنه قدي أهلك بيكونوا يعني تضايقوا هن شايفينك، قدي بضلت الفترة اللي كنت عم تتعاطى فيها حتى هيك وعيت جتك هاي الصحوة؟ ثلاث سنين.
ثلاث سنين يعني فترة مو قليلة. تمام، انت بقى هون فعلا بدك طوق نجاة مثل ما قال الدكتور، بدك حدا يمد ايده. لقيت هالطوق النجاة؟ اكيد. كيف بدأت فترة العلاج؟ وكيف انت قال سيادة العميد انه لازم يكون في قناعة عند الشخص؟ اكيد القناعة، هاي القناعة ساعدتك؟ اكيد القناعة هي اهم شيء بالعلاج. واول ما رحت نزلتني رفيقة معينة، نزلت انا وياها على الشام ورافقتني على المشفى وما تركتني لا وقت سلمت لجوا للمشفى، عملنا التحاليل طلعوا موافقين انه الفوت للمشفى، فتنا وتعالجت والحمد لله. ضلت 15 يوم مشفى ابن الرشيد بالشام، وهي ليكني طلعت والحمد لله الامور كلها تمام، وما بقت عندي رغبه بالمره لانه ارجع للماده كلياتها. برافو، يعني قد ايه هلا انت سعيد وحتى يمكن ضمن اسرتك في امتنان يعني وهيك وراحه نفسيه، لان هي فعلا كارثه على الاسره. اكيد راحه كثير، يعني الواحد بينبسط لما يعيش عيشته صح مع اهله. صح، رجعت لنفسك، رجعت لحياتك. أكيد. انت شو بتشتغل بالحياه؟ طالب بتشتغل؟ انا طالب. طالب، ها حتى رجعت لدروسك، يعني قد ايه هلا المادة بعدتني كتير عن دراستي، لما كنت اشربها كنت ما ادرس ولا شيء وارسب وما انه اخذ الحياة بشكل عادي. شو عم تدرس طارق؟ طالب بكالوريا. بكالوريا، السنة اخذت بكالوريا ولا بدك؟ بسبب المادة. ان شاء الله السنة الجاي يعني معناها بدك تشد ان شاء الله. وان شاء الله هيك بالتوفيق والنجاح. يعني هلا حسيت حالك انك صرت انسان جديد؟ اكيد. شفت طارق، 3 سنين ب 15 يوم انت خلصت من هالآفة. اكيد. شو يعني انا رح اقول لك بعدين شو بتنصح يعني الشباب اللي عم بيتعاطوا، انه هي لحظة إرادة، شو بتقول؟ هلا بقول انه عشت 3 سنين من حياة الضياع، من حياة يعني انا بالنهاية قرفت من حياتي فيها، كرهت حالي كرمال انه شوف كيف اهلي عم يتعذبوا وتركب على يديني كتير من ورا جيب المادة، وما يعني حاولت كتير اني اتركها بس ما قدرت. والمصعب مستحيل انه حدا يتركه هيك لحاله، لانه الجسم لحاله ببلش باوجاع اذا ما اخذ طلبة المادة. وصرت يعني اخذ دبر من هون مصاري ايش وفي من هون، بس لما وفي الديون اللي ترتبت علي بس من ورا هالشي. صحيح، بصير شغلة ورا شغلة بتجر بعضها القصة. لك في بالنهاية طوعت بالحملة ورحت عند رفيق مضار ورفيقة معينة وقلت لهم على كل شيء صاير معي من البداية للنهاية، بس قلت لهم انه قلت لهم اني اتركوا لحالي ما رأي أقدر. برافو عليك، يعني على هالجرأة على هالصحوة وانك رحت للمكان الصحيح. ويعني سؤال، يعني هل رفقة السوء مثلا كان له دور بانه انت يعني هيك ولا شو؟ ما بعرف شو يقف وراء اسباب انك تعاطيت. هلا انا اول ما بلشت برفقي هو اللي اعطاني اول مرة. تمام. كنت مزعوج من شغلة، قال لي هدي جرب هالنص حبة. نص حبة صارت تجر حبة، حبة صارت تجر حبتين، لا وقت وصلت له اليوم. نعم. منحييك يا طارق ونقول لك الحمد لله على سلامتك. سيادة العميد، تعليق. الله يسلمك. بنرجع لك طارق، تعليق يعني لهالحالة اللي معنا اليوم. يعني هذا مثل ما قلنا انه بدها قناعة، لما يكون قناعة عنده داخلية ويعني بإرادة كاملة انه يبعد، فخلص يرجع شخص طبيعي معافى وصالح بالمجتمع. هاي نموذج، هاي نموذج، هاي بدها قناعة. طبعا هي اكيد نسبتها عند الشباب اكثر من الاناث، مع انه انا شفت بالندوه كلهم اناث الشريحة المستهدفة، مع انه الاناث اقل، بس كمان نخشى يعني كمان اليوم البنت والشاب بنفس الميدان. ايضا نخشى على صبايانا يعني لا سمح الله. لكن يعني هاي حالة من الحالات الموجودة، هاي حالة من الحالات. نعم، هاي بدها مثل ما قلنا ارادة وقوية وقناعة من الداخل انه هالشيء غلط، فيرجع شخص طبيعي. تمام، وقدر تخلص منه، يقدر يتخلص. أستاذ معينة، لجأ لكم طارق ولجأ حدا طارق وآخرون يعني هون بقى كيف أنتوا بلشتوا معه؟ هلأ أنا بتشكره لطارق، بفتخر فيه فعلا. أكيد. هلأ طارق هو مثل ما قال إجا وعرض، يعني كان سهل، أسهل حالي نحن تعاملنا مع طارق أنه هو جاي لوحده قناعة وفعلا اقتنع وتعالج. طارق هلا صار فيه نحن عم نستعين فيه
اقناع حالات ثانيه. اي انا لا يكون في حاله يجينا انه في حاله ادمان، تعي طارق معنا بيروح بيشوف الحاله بيتفاهم مع الشخص انه تعال روح تعالج، وبيحكي له على طرق العلاج وانه كيف انا صرت شخص ثاني. احنا كثير عم يساعدنا طارق باقناع الحالات. هلا في حاله بالمشفى، هلا الان بالمشفى هو نتيجه اقناع طارق. تمام. دكتور نفسيا، حضرتك طبيب نفساني، كيف وصل طارق لهي القناعه؟ يعني نحن بنعرف الادمان بالعكس كل ماله بيتورط اكثر، يعني بجوز صعب انه شو اللي خلاه يعني انه فعلا يوصل لهي القناعه. هو قال دمعه امه، في مؤثرات بالضبط، في مؤثرات عن طارق، مؤثرات خارجيه سواء اسريه ماديه، يعني شاب بعمره طالب بكالوريا ولا بده يجيب مصاري، بالضبط صارت الامر واضح جدا. وهيدي احد الاعراض اللي ممكن يغفلنا بشكل سريع ونحن عم نحكي انه الاهل ممكن ينتبهوا لهذا الموضوع. صار مصروف ابنهم زياده، صار ممكن بعض ممكن يلجأ للسرقة حتى من ضمن المنزل، او بيع اغراض ثمينه بالبيت عم يفقدوها، او بعض الاموال الموضوعه ضمن البيت عم ياخذ منها ليحصل على المادي. وقت عم يصير مع الوقت عم يتعاطى كمية أكبر، مثل ما حكى طارق بلش بنص حبة، في ظاهرة التحمل الجسدي بصير هاي النشوة اللي عم يحصل عليها بنص حبة ما بتكفي نص حبة، عم يوصل لظرف وعلبة وعلبتين. طبعا هذا كله بده أموال كبيرة وطائلة. وبتصور كمان أول ما بلش فيه أحد رفاق السوق صار كان كتوريط، كأنه بلاش مرة مرتين ثلاثة بعدين تفعلي عطينا بيعطوا اول وبعدين بقى بيتورط وما في عم يتراجع، عم يحاول يتركها، بتبلش بعدين الاعراض الجسديه صعب يتركها، ما عم يعرف انه كيف بده يخلص من هذا الموضوع، بخاف اذا حكى الجانب القانوني، بخاف من اهله، ما عم يعرف شو بالضبط. لهيك كان هدف الحمله هي التوعيه انه هذا الامر في مجال يعني برايك المساعد. شو اللي صحوه طارق شو هي يعني هي العوامل اللي مر فيها وصل لمرحله عاده هو قال عرف حاله يعني من الحجز انه انا لوين بدي وصل بهذا الطريق، وعم بيشوف عذابات اهله، وعم بيشوف اكيد الاهل بتكون بالنسبه لهم كثير موضوع صعب تدمير لمستقبله. وهذا الشكل يعني طارق مثال انه عم يخلينا ندق ناقوس الخطر، انه عم نشوف حالات عاده بنشوف بال25 بال30 عم نشوف حالات طلاب صغير مدارس صغير كثير طبعا بثلاث سنين، يعني سنين يعني صف تاسع 15 سنه كان عمره، عم نشوف حالات بنات مثل ما حكيتي سواء بالمدينه واللي بالريف، انا عم شوف حالات بهذا المجال. ومثل ما حكينا هي الإرادة أهم شيء وهو العامل الأساسي بالموضوع. العلاج موجود، بالعلاج ما رح نقول أنه سهل 100%، في مصاعب في، بس إرادة الشخص هي الأساس. أصلا الشرط الأساسي للدخول لمشفى معالجة الإدمان هو أنه جايب إرادة. إذا حكى الشخص أنه أنا جاي غصب عني وأهلي جابرين صعب، ما بيستقبلوه بالمشفى لأنه ما في فائدة من الموضوع. بيصير انه تعالج 15 يوم طلعت الماده من جسمه في تهيئه نفسيه قبل، يعني اذا ممكن يعني ما مقتنع شوي بده يقتنع انه حدا دوركم هون استاذ معينه نهيئه نفسيا، نقول له هون هذا اهم يعني قبل الشروع بالعلاج انه نهيئه نفسيا. اكيد بده يتهيئ نفسيا، بده يشتغل عليه كثير لحتى يتهيئ نفسيا ليروح على المشفى. مثلا عم رافقهم على المشفى انه انا بايدي بوصلكم وما تخافوا وما في اي مساءله قانونيه نعم. سيادة العميد، يعني ما بعرف حضرتك من خلال التعليق هيك شفتك ابتسمت، يعني لان قلت هل بتصير انه في توريطه، يعني ما بقى بيعرف مين بده يجيب حق هي الماده، بده يصير يسرق، بده يصير بعدين يقتل، هون يعني فعلا هون الخطوره، يعني انه نحن بنحوله من شخص عم يتعاطى لشخص مجرم بيرتكب امور اخرى. مثل ما تفضل الدكتور يعني انه يصير الانسان عبد للماده، هي الماده اول شيء الشخص يجربها اول شيء، بعدها يصير عنده شو اسمه يعني تعود نفسي، بعدها يصير تعود جسدي، بعدها تستعبده الماده، فيصير ينحصر تفكيره بالحصول على الماده، ما يفكر لا باسرته ولا بدراسته ولا باي شيء الا بالحصول على الماده، ولذلك ممكن يرتكب جرم، ممكن يسرق، ممكن يصير مجرم خطير يقتل اي شيء بسبيل بس يحصل على الماده. نعم وهون الخطوره. دكتور 15 يوم علاج، نحن بنعرف في مشفى ابن رشد بدمشق وفي مشفى بحلب هو اللي بيعالج، يعني اذا هي بدها حالات خاصه، يعني علاج بدنا نقول يعني فتره
مكثفة من العلاج خلال 15 يوم ممكن أنه يطلع هلا هي تأثير. عملياً هي يعني جوهرة أنه خروج المادة من الجسم بالضبط. هلأ هذا الشيء اللي عم نحكي عنه موضوع العلاج هو بينقسم لشقين، في العلاج الجسدي من الأعراض الجسدية نتيجة فقد هاي المادة بصير في علاج بجانب دوائي ضمن مشفى لتطلع المادة من الجسم حوالي 15 يوم، ممكن من اليوم العاشر يتخرج المريض من المشفى. في الجانب الثاني هو الأصعب وهو الأخطر للأسف، في فجوة عندنا بهذا الموضوع، هو العلاج النفسي أو الدعم النفسي ما بعد العلاج الجسدي. أنه بصير في تعلق للمادة، تعلق جسدي عم يطالب بجرعة أكبر، في شيء نحن بنسميه التعلق النفسي أو الاشتياق للمادة. هو ما كتير في وجه للتشبيه، مثل واحد أكلي طيب كتير بشكل فوق الوصف، في ذاكرة لأن معروف بالضبط في ذاكرة حتى هلا، بس هي طلعت من الجسم، طلعت من الجسم إيه؟ تماما. الجسم ما عم يطلبها. هلا ممكن إذا حكينا شو ممكن الأعراض يعاني من المريض إذا حاول ينقطع عنا فجأة بدون علاج بدون طلب المساعدة إيه؟ وهذا اللي بيخليه يرجع يرد ياخده. هي الآن صعبة بيقول بيمر إذا ما طلب صعبة. مساعدة طبية ما في يقدر، ممكن يصير عنده آلام معممة بكل الجسم، تشنجات، ما في ينام، يصير عدواني وعصبي كثير. موضوع الأكل ممكن يصير عنده مغص، إسهال، سيلان بالأنف، لذلك ضروري المعالجة الطبية. في كورس خاص واضح ما في يتحمل هاي الأعراض، تاني تالت يوم ما في يتحمل هاي الأعراض بيضطر يلجع ياخذ نفس المادة. هو خايف من الجانب القانوني، ما عم يعرف شو الجانب العلاجي للموضوع، ما عنده خبر عنه. وجود هذا التوعية بهذا المجال كتير مهم، أنه لا يلاحق قانونيا إذا طلب العلاج كتير مهم. وجود مركز مجاني. خلصنا من موضوع العلاج 10-15 يوم طلعت المادة من الجسم، في جانب نحن بنسميه الجانب النفسي، بضل موضوع الدماغ عم يذكره بهيدي النشوة اللي كان يحس فيها. طيب هاي كيف نخلص منها بقى؟ هون هيدي بدها بالضبط، هيدي دور المجتمع الأهلي، تأهيل نفسي دور أستاذي معينة، هون دوركم أنتوا مع المتعافين طبيا، ممكن بقى تشتغلوا عليهم نفسيا وتأهيل، وطبعا مع الأهل يعني ودور الأهل. هلا هي إمكانياتنا نحن محدودة بالنهاية، نحن يعني مجتمع أهلي، بس يعني بطالب أنا وزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال بإحداث مراكز للتأهيل يكون ضمنها مختصين للتأهيل النفسي، للدعم النفسي مثل ما عم يقول الدكتور. كمان مهم كتير أنه يكون في تأهيل مهني، مثلا هذا المتعاطي وتعافى هو صار عنده فراغ، ليش ما يكون عندنا تأهيل مهني مثلا نعلمه مهني ويكون في تشاركي مع أي جهة مدنية أو جهة تأهيله وشغال وقته بفائدة، ممكن يتعلمني ويشتغل، ممكن يعملوا عدوى. فلا نحن بدنا طبعا نحن بإمكانياتنا البسيطة عم نحاول أنه نضل على استمرار مع الأهل، نزورهم، صار في علاقات عائلية. نحن وقتنا خلص، بس أنا بدي أرجع لطارق. طارق شو بتقول للشباب؟ يعني أنت من تجربتك وحالة نموذجية الحقيقة وحالة إيجابية يعني بعد التعافي وهي الصحوة، شو بتقول للشباب لا سمح الله اللي قد يتورطون بمثل هذه الحالة؟ هلا بحسب الظروف اللي مرت علي واللي شفتها أنا بعيني، أنا بتمنى من كل شاب مريض أو لو شيء بسيط بس من العمام الإدمان بتمنى أنه يروح على المشفى ابن الرشيد وما يأكل هم أي شيء، لا ناحية لا قانونية ولا شيء، لأنه بضل الأمور تكليات السرية وبينتعالجوا، لأنه بالنهاية الحياة كتير حلوة. تمام طارق، هاي بالنسبة للي متعاطي وبده، بالنسبة للي يعني الله لا يسمح حدا، بس انه شو بتقول للشباب انه عن شو يبتعدوا؟ عن رفقة السوء يبتعدوا، عن أكيد ما ينزلقوا يعني الرفقة، انا اللي كان سببي الرفقة. تمام، اذا رفقة السوء. نحن كتير متشكرك طارق، وبنهاية سيادة العميد يعني سوريا دولة عبور يعني لمصادرة المخدرات، قلت حضرتك انه الحمد لله ما فيها عصابات يعني، وبالتالي هي تصادر فيها حالات مثل ما شفنا فردية للتعاطي عم بتتم معالجتها اهليا ورسميا. الى اي حد نحن ان شاء الله يعني هاي الآفة دائما مضبوطة توضع لها الحدود المناسبة. الحمد لله يعني سوريا دولة عبور وليس دولة إنتاج ولا فيها عصابات منظمة، والحالات مثل ما قلنا فردية وضمن الشيء الطبيعي، وحالات تظل فردية
ونحن كلياتنا جهودنا يعني قائمة للقضاء على هذه الآفة بالتعاون مع الجهات المعينة ومع المجتمع الأهلي وتضافر كافة الجهود. جهودكم مشكورة. أستاذة معينة كلمة أخيرة كمان كمجتمع أهلي. كمجتمع أهلي أتمنى الكل يتعاون، كلنا مسؤولين، نحن الكل مسؤول، الكل يتحمل المسؤولية. بتمنى فتح مركز للجهات المختصة بناشدهم يفتحوا مركز بالساحل، نحن بأمس الحاجة لإله لسهولة تلقي العلاج. مراكز تأهيل بتمنى كمان، وبتشكركم، بتشكر على كل القائمين بالحملة وساعدونا لإنجاح هاي الحملة. شكرا كثير لكم. مشكورة. دكتور هيك نفسيا مجتمعيا كيف نتوجه يعني هيك لمشاهدينا بهالساعة اللي قضيناها يعني لحتى فعلا نطلع بخلاصة وتوعية لمجتمعنا؟ بتمنى من جميع الأسر والأهالي الانتباه على أبنائهم، هم بهموا مستقبل أبنائهم وحياتهم، يحطوا ببالهم هذا الموضوع، لن فكروا أنه هو موضوع عم نحكي شيء من الفراغ، هو شيء من الواقع موجود عندنا وشبابنا مستهدفين بإطار الأزمة وإطار الإرهاب اللي عم نتعرض له بالبلد، هو أحد أشكاله استهداف هذا الجيل. نعم. الشاب نحطوا ببالنا. وفي إلي مطلبين. فضح. موضوع نقابة الصيادلة كتير، موضوع الأدوية. تمام. المطلب الثاني حتى وزارة التربية لأنه الوقاية مهمة كتير، تدخل هذا الأمر بالمناهج كتوعية ينتبهوا الطلاب من هذا الموضوع ولو حصة. نشتغل بالسنة. على الأمور الوقائية وأكيد بالضبط. مناهجنا لا تخلو يعني بالضبط. من هذا الجانب بالضبط. التوعوي. أنا كتير بدي أتشكركم سيادة العميد أحمد العلي رئيس فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية، شكرا جزيلا. شكرا لحضورك لي. وجهودكم مشكورة. أيضا من حي مبادرتكم وحملتكم أستاذة معينة شرابي صاحبة فكرة حملة المدمن مريض وليس مجرم، والله يقويكم، وفعلا جهد كتير مهم بالجانب الأهلي والمدني. شكرا. شكرا كثير لكم، بنا مجتمع متعافي ووطن شكرا. قوي وسليم بشبابه إن شاء الله. شكرا. وأيضا شكرا دكتور يوشع عمور طبيب النفساني، شكرا لكل جهودك وصحيح. ولكل الحالات اللي عم تعاطوا معها من الناحية الطبية والنفسية، يعطيكم ألف عافية. وأنا بتشكرك طارق، الحمد لله على السلامة. إن شاء الله المستقبل أمامك، أمام شبابنا اللي البلد ناطرتهم ليعمروها بجهودهم وبإمكانياتهم ونظرتهم للمستقبل. أهلا وسهلا فيكم، بتشكركم مشاهدينا. نحن صح بعمرها، وعمرها هو حالة من تسليط الضوء على الإنجاز، على التنمية، لكن أيضا وضع اليد على أماكن الخلل لمعالجته هو أيضا نهوض وعمران ليبقى هؤلاء الشباب وليبقى شعبنا دائما بخير متعافى بصحة نفسية وجسدية، لنبني معا سوريا ونكون جميعا دائما مثل ما بنقول عم نعمرها.